محاولة اغتيال مروعة لرئيس الأركان العامة اليماني الصغير بن عزيز في مأرب. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على الطريق الدولي أثناء عودته إلى مأرب وفق ما نشره إعلام الجيش في مأرب. نجاة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز من محاولة اغتيال إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة أثناء مروره على الخط الدولي بمديرية الوادي في محافظة مأرب. الانفجار وقع أثناء مرور الموكب وأدى لإصابة 4 مواطنين بشظايا، فيما أصيب نحو 3 من مرافقي بن عزيز. ووزير الدفاع يطمئن على سلامة رئيس الأركان إثر محاولة اغتيال فاشلة. وأجرى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز للاطمئنان على سلامته إثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء عودته إلى مأرب.